الله أكبر الله أكبر. ألمن بالقرآن قدام يميزور سوناتشو سل القرآن دانينت سل القرآن نباب تلك علم أكفر بالو يميشلو إكسبرت ناتشو متخصص ناتشو دنقت بهون ساعات بعالم لي قرآن انتنات تكتلو علماتهم بهون ساعات بحياة علواتشو كم يبالو أرد علم أكفر قارئ وتشست عندو ناتشو عندهم ببتشين النت يقرآن أقرار زوج أسرن ما قرار كرتوا بدمت كرتوا بحياة ياسكمت وتلك عالم بتشين ياسوناتهم إني سو يهاجر كبر إتشاجر كافلك إتشاتشوا يزيد شاجر فريوش وست الساتشوم ولا جاباتشوم شيخ علي سوفي يقرآن بيتسب قرآن كتولد تولد يتكبابلو بيتسب وشناتشوا إثيوبياتشين مسراك وإثيوبيا حرر يا فرتشاتشوا تلك عالم يا عالم بيتسبناتشوا إنهن تلك انقدا بمعكبر يهن مدرك كتلك أكبروتنا فكر جرا قبزناتشوا أكبروت جين تولنا لنا بزي بجماعة سم يهن برنامج لما تعلم قاعدته بمتاع جماعة سم لامس جناتشوا والدالله جزاهم الله خيرا يهن تلك انقدا يا قرآن انقدا يا قرآن أباتن لمعكبر عندها جر هجراوي عرف إن تتشكمو أباتاچن شيخ حج إبراهيم يتوبيا أسلمنا قدايوش كفتنيا مكربيت وانا بريزيدنت عندهم يساتشو يسرا أجر كفتنيا درجة يلو يفيدرال مجلس أمراروش عندهم يادي سبا أسلمنا قدايوش كفتنيا مكربيت وانا بريزيدنت شيخ سلطاننا عندهم يساتشو يأمرار أجروش ساتشو يهنن بوتا أكبرو يهنن تلك القرآن دقس يا قرآن سو قرآن لما كبر يا قرآن كبر كف لما درك بميل بزوج الدوتشات شون تلو أكبروا سلتجنيوهن من نسون بدقامي لك على مسجان على ما كربوا الدالهين جزاكم الله كل خير إسلامنا ونا إن دينت إسلام كف في ميل باتشون مدركوج كهول قدات شو أسقدمو مك ممتعات شو يتشكموا تنحل في النت لب بلو ندم ياوكوتنا يميقدمون قدام عندما يسقدموا ما سايانونا الله للنسو اهونن برتاتون استاتشو ايتوبيان مسلم يمياغلغلوبتن تكشا الله يادندنلاچو حياتاچونم كمولو عافيا غار الله ياقويلن انغدي شيخاچن قدم اندالكوت ايتوبيا فريناچو ايتوبياوي ناچو ايهن انكون بزوچاچن رغتنيا نني اناقم نبر اسك قرب غزي درس بتلي بتلي دمو كساچون بري اباتاچو اساچو سلاسة هولت تامت أكبابي بسدت هاجر قاتار لينو منورت أباتا تشو كزاري سلسة أمت بفيت إثيوبيا لي هاررنا أدي سبب لي يقرآن معكل لما أقام بلو وعاي كفلو ياك ما تشون يتعرو دنقت بزيت رتا تشو الله زاري يالو بتيك أبر عالم من يهل نورون الله تشون دون الله يقوان الله يدرج الله تشو بعدي سبب أمبرت مركاتو محل مركاتو لي يا قرآن مدرسة أقوامه لما سكرت سموكرو تجفتو مدرسة شو فرسون ناويدمو تدمسو ليلة أقوام بوتاوي تسد أبتوني تانو يالو زي ما هلا دي سبعة شنوست يني تلك عالم أباد بزيا زمن سو لسو بمسك دبت زمن مسلمون كان عقتو تنا تشنفو بعالون لما أكبر الناس المناون لما أكبر نغوسو فيت اغوبددو سيغبا اني لغيتاي نو انجي لمان ما لا غوبددم يالو ابات ناتشو يا شيخ عبد الرشيد ابات شيخ علي صوفي ود اخر هيدوال الله يجنته يارغاچو بزيا مكنيات بطلاتنت تفرجو سيساددو تدغاغامي اسر اسالفو مچرشام لاي حرر لاي بفرد بشنغو موت تفردوباچو موتن ششت ود سومالي هاجر ششو شيخ عبد الرشيد ينقروني بتأم تلك كبار مستر بيبان لهم إنك تقوم مارجينا برا عبرم سجلت ولا نساتشوا وندمي أستاذ أحمد الدين جبل عبرم كوش ولا نبرين ينقرون بزيا زمن بقي في متاسرو لسرعته
سراتو لمي قلت أبت أمنت تامان يالاد اللونا السقات يتبالو سووك كمت تاسر ألفو بزوبة دلي سران ببرا إن أباتي نقرون بلو شيخ عبد الرشيد من نقرون عن دوقت أسر بيت لا يهونن أننا مسل عينت لمن قست على تدرقن يتيازن سووك بس نسرات متو بمرز مرفي توقتنا لالو أتجب يا اللو كله متوال أني بتشان ببركوب به وتترف كتالو. أبات أشني نقرن نبر يا يزا مرز همم يا سك أيجنا ليام من يا اللهون ميالو به وتيالو يزان مرز سك أيوب بثنوروني موتود. أني إنسي نقر والله يا رسول صلى الله عليه وسلم حديث نتزيلين. يا شيء يهودي بقلت أملاي مرزك أبته ست أشاتشو ست. رسول عليه الصلاة والسلام قلنا أبريب الله صحابي وديو سيموت الساتشو بوحي تنقرواتشو ياتشن عطن تكتفبوها لا ياتشن أثر السم يزياتشن مرز فانا وستاتشو سيسكاي رسول عليه الصلاة والسلام يانسكاي تشكمو نورو نيموتوت إني عالم لعله ببركة القرآن زورياتشو يالو قادوش سيموتو بزيا يمرز مرفيت وقتو بحياة وقتو قن بزيا مرز በጣም እየታመሙ ኖረው ነው ወደ አኸራ ሄዱት በኢትዮጵያችን 1983 አካባቢ ወይም በአውሮፓን ካላንደር 1991 ወደ አኸራ ሄደዋል አባታቸው ቁርአንን ከአባቴ አፍ ነው ወሰድኩት ወደ ኳታር ሄጄ የተወሰነ የጨመርኩት ነገር አለ እንጂ ዒልምን ከአባቴ ነው ወረስኩት ነው ያሉትና ያባታቸውንም ተማሪዎች ሐረር ላይ በጣም አዛውንት 83 80 መጨረሻዎች አካባቢ ድም ያላችሁ ትላልቅ ሰዎችን አግኝቼ ስላባቴም ነግረውኛል እንደውም ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የተረሳውን ቂራአተ ሱሲ ከሳቸው አዳምጥኩኝ ይላሉ ያነባብ ዘዬ እንግዲህ አስሩንም አይነት ቁርአን አቀራር ያቃሉ ስንል አባታቸውም የዚህ ዓሊም ነበሩና ያስቀሯቸውን ደረሳዎች አግኝተዋል ባሁን ሰዓት ግን ሐፍስ አን ዓሲም ብቻ ነው የሚቀረው እንደ ድሮ እኮ ዘመን ዛሬኛ ዒልሙ የተሻለ ነው የሚመስልን አይደል እነሱ ግን የድሮ ነገር ቀርቷል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሀገሮች ላይ ቂራአተ ሱሲ እና ቂራአተ ዱሪ አቡ ዓምር አልበስሪ በአለም በተለይ ምስራቁ የሙስሊሙ ዓለም ላይ በጣም ይታወቀ የነበረና ግን ከመቶ አመት ወዲህ እየደበዘዘ ነው የመጣውና ድንገት ኢትዮጵያችን በተለይ መሐል ሀገር እነዚህን አቀራር ዘዎች አናቃቸው እና የቁርአን ቤተሰብ ነው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሙስሊም እንግዲህ የሳቸው መድረሳ የዛሬ 50 60 ዓመት ያቆቆሙት መድረሳ መድረሳው ስሙ ሰለፊያ ነው የሚባለው መድረሰቱ ሰለፊያ የቁርአን ማዕከል ነበር መድረሰቱ ሰለፊያ ነበር ባሁን ሰዓት ወደ በዚህ በአምስተኛ በኩል ወደ መርካቶ ስትሄዱ በርበሬ በረንዳ አካባቢ ለስላሳ ፋብሪካ ያለበት ቦታ ያ ቦታ ነበር መድረሳው አሁን ያለው ፔፕሲ ፋብሪካ የምንለው ቦታ በዚያ ሰዓት ያ መድረሰቱ ሰለፊያ ሼክ ዓሊ ሱፊ ያቋቋሙት መድረሳ ነው ሐረር ላይ አሁንም ድረስ መድረሳቸው አለ ሼካችን ጎብኝቻለሁ ብለዋል ያ ቢኖር ኖሮ ዛሬ እንደ ጅጅጋና እንደ አርጌሳ አዲስ አበባ ውስጥ ሰባቱም ቂራአት አስሩም ቂራአት በመድረሳ ደረጃ ይሰጥ ነበር ዛሬ ድረስ የለንም አንዳንድ ግለሰቦች አሉ በራሳቸው ጥረት ነጥረው እየወጡ ያሉ አላህ ያበርታቸው አላህ ይጨምርላቸው ግን ያው ዛሬ ላይ ያለንበትንም ኒዕማ እንድናየው ያደርገናል እንዲህ አይነት ለዲን የሚቆረቆሩ ቁርአንን እናወርስ ማህበረሰብ እናንቀ የሚሉ ሰዎች በዚህ ልክ ይሳደዱ እንደነበር ሼኻችን አባት ምሳሌ ናቸው ግን ሼኻችን ወደ አኸራ ሄዱ ይሄው ልጃቸው መጥተው አዲስ አበባ መድረኮች ላይ ሁሉ ቁርአን እየቀሩ ነው አልሐምዱሊላህ ያባታቸው ፍሬ ነው ብዬ ነው ያዛም ወስደው ይሄን 3 4 ቀን አዲስ አበባ ላይ በተለያየ ቦታ ላይ መድረኮች ላይ እየተጋበዙ ይሄንን ያማረ ድምጻቸውን ያማረ አቀራራቸውን እያዳመጥን ነው ኳታር ላይ የኖሩ ደሞ ሰዎች ስለሳቸው ብዙ ያወራሉ على كل حال አሁን መድረኩ የጁማዓ ነው የሳቸውን ኹጥባ እንሰማለን ከሳቸውም ጋራ ሰላት እንሰግዳለን አላህ ይቀበለን በኹጥባቸው ምርእሰ ጉዳይ ተቀረል ባለመልኩ በአረብኛ ስለሆነ የሚያቀርቡት የኢማንን ጥፍጥና ለመቅመስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምልክት ያደረጓቸውን 3 ነጥቦች እዳስሳለሁ ያሉት ሶስት ነገር ልብ ውስጥ ያገኘ ሰው የኢማንን ጣዕም ወይም ጥፍጥናን ቀምሷል ወይም አጣጥሟል አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚህ ሶስቱ ምንድናቸው የሚለውን ነገር አብዛኞቻችን ሐዲሱን እናውቀዋለን
ساتشو رمونغري كالاتشو يقران يحدث وقت ياتاكسو يترجمون يحسابون تلكت ان شاء الله بخطبه ويداس سولنال نزي سوستن تبوش الله انما الاكتنيون كمان من بلاي اسبلتو موددنو عندهم دمو عندو وندمون ويم اهتون اهتون لتود ويم ليودنو سيود لالله بلونجي لمن مسايل سوستنيو دمو الله ككهدت كات اداو كات اراو بهالا መልሶ ወደዚያ መመለስን ሊጠላ ነው አንድ ሰው ወደ እሳት ውስጥ መወርወርን ከመጣላው በላይ ወይም የሚጣላውን ያክል ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩትን ጥቅል ሐዲስ ሼኻችን ኢንሻአላህ በኹጥባቸው የሚዳስሱልን ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳቸውም አስተላልፈው እኛም አድመጠን የምንጠቀምበት አላህ ያድርግልን ይህን ጁማዓችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚቀበላቸው ሰዎች አላህ ያድርግልን وجزاكمullah كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الحمد لله نحمده ان هدانا للاسلام وجعلنا بفضله ورحمته من امه خير الانام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العلام كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به غنى كل فقير وعز كل ذليل ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه سبحانه ما أعظم ما نرى من خلقه وما أصغر ذلك في جنب ما غاب عنا من ملكوته هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أظهر الجميل وستر القبيح لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر عظيم العفو حسن التجاوز باسط اليدين بالرحمة واسع المغفرة صاحب كل نجوى منتهى كل شكوى كريم الصفح عظيم المن مبتدئ النعم قبل استحقاقها رب كل شيء ومليكه أحق من عبد وأحق من دعي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تفطر نبي رجفت هيبته قلوب الجبابرة حتى أمر أمره وإنه لا يخافه ملك بني الأصفر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا من كلام ربنا سبحانه جل جلاله إخوتي الكرام بادئ ذي بدء أوصيكم ونفسي بتقوى الله
هذه الآيات التي تليت عليكم من كتاب الله تصلح إن صح التعبير أن تكون موجزاً، أن يقال إنها موجز لوجودك أيها الإنسان. ولما أقول لوجودك يدخل فيها منذ بدئك وإلى استقرارك إن شاء الله في الآخرة وفي الجنة بإذن الله. إن الله تعالى أخبرنا أنه ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من طين، ذاك هو أبونا آدم عليه السلام، وكل من تفرع من أبنائه من بنيه من جميع الأجناس في مشارق الأرض ومغاربها باختلاف ألوانهم وتناءت أوطانهم عن بعضهم، إلا أنهم يرجعون إلى أصل واحد هو أبونا آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه النطفة التي خلقت منها أنا المتكلم أمامكم، وخلقت منها أيها السامع لكلامي الآن، نطفة من ماء سماها رب العالمين في بعض الأماكن ماء، في بعضها نطفة، ووصفها بالضعف من ماء مهين. هو مستقدر بطبعه، إن وصل إلى ثيابك بادرت إلى غسله. ومن العجيب أن أهل العلم اختلفوا في نجاسته وطهارته، اختلف أهل العلم من الفقهاء في نجاسة النطفة هذه المني أو طهارته. وليس هذا محل تفصيل لاختلاف أهل العلم فيه، وإنما لأخذ العبرة منه، أنك يا إنسان مختلف في أصلك في نجاسته وطهارته، فعلام تذهب تيها وكبرا على ربك ومولاك وسيدك؟ نطفة من ماء مهين ثم تحولت بعدها إلى علقة، دما متجمدا عالقا في جدار رحم أمك، عرضة لأن تسقط بأي حركات من حركاتها. لولا لطف ربك وإحسانه بك وإحاطته بلطفه، ومن العلقة تحولت إلى مضغة، لحما صغيرا قدر ما يمضغ، سمي مضغة لأن قدر ما تمضغه أنت. ومن هذه المضغة خلق الله منها عظامك، وكسى عظمك لحما، وكسى لحمك جلدا، وشق سمعك وبصرك، ذاك هو ربك، رباك سبحانه جل جلاله. أتينا لصلاة الجمعة، وأنت أيها المسلم تصلي، ولو تأملت لوجدت أن خطاب العبد لربه في الصلاة كلها، في الصلاة كلها بربوبيته. أنت مربوب والله ربك، فتستفتح بالحمد لله ربي رب العالمين، فإذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، وإذا رفعت قلت ربنا ولك الحمد، وإذا سجدت قلت سبحان ربي الأعلى، فإذا جلست بين السجدتين قلت رب اغفر لي، ثم عدت أن تعفر جبهتك في الأرض خشوعا وخضعانا لربك ومولاك وسيدك، وأنت تنادي ربك وتخاطبه بهذه الربوبية، استحضر حين كنت نطفة، كنت علقة، كنت مضغة، واستحضر حين كونك الله وصورك جنينا في بطن أمك تحت ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة المشيم، وظلمة الرحم، كما قال ربك ومليكم: يخلقكم في بطون أمهاتكم
خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وفيها من العبرة أن من دهش في هذا الزمن في ثورة الصناعات والتقنيات وتعجب من خلق البشر، فليعلمن أن الإنسان لا يستطيع صناعة شيء في ظلام. لو أدخل إلى غرفة مظلمة لا يكاد يتحرك فضلا أن يصنع. فانظر إلى ربك حين كونك تحت ظلمات ثلاث بهذا الصنع البديع العجيب المتناهي في الدقة في كل شيء، فشق سمعك وبصرك وكونك ربك ومليكك، ثم أحياك، كنت شيئا من الأرض، فالنطفة والعنقة كلها مواد أرضية، ثم جاء شيء سماوي اسمه الروح لا يعلمه أحد. ولما سأل السائلون كان الجواب لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاءت الروح فنفخ فيك وأنت جنين في بطن أمك فحييت، والحي يحتاج إلى قوت وطعام، فهل وكلك ربك إلى غيرك؟ بل ربط بين سرتك وأمعاء أمك تأكل هي ما تشاء، ويحولها رب العالمين لك قوتا يقوتك وأنت هناك، حتى إذا انتهت مدتك في بطن أمك أذن لك بالخروج، وإن صح التعبير فقل في لغة الزمان استقدمك إلى مملكته من غير جواز سفر ولا تأشيرة. أنا ما دخلت هذه البلدة إلا وقد قدم لي تأشيرة. وما معنى التأشيرة؟ استئذان أي بلدة من البلدان أن تقدم إليها. فهل استأذنت ربك للمجيء إلى مملكته، إلى أرضه وسمائه وليله ونهاره وصباحه ومسائه، بل تفضلا منه وإحسانا أتى بك إلى هذا العالم وأخرجك من بطن أمك أصغر ما تكون من خلق الله؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خرجت من بطن أمك أصغر ما تكون من خلق الله، قطع الناس ذاك الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، فما نسيك ربك، بل أجرى لك من ثدي أمك لبنا من صنعه وحده. وأعجب أيها الإنسان، أمك قبل أن تخرجك من بطنها ما كان فيها اللبن، فمن الذي وقت خروج اللبن بخروجك أنت إن لم يكن لك رب يربيك ويعطيك في كل وقت حاجتك؟ علم سبحانه أنه لا أسنان لك تأكل به طعام الكبار كاللحم والرز والخبز والطماطم والخيار، فأجرى لك من ثدي أمك لبنا وعلمك كيفية الرضاعة. ولو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليعلموك كيف ترضع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. من الذي علمك الرضاعة أيها الإنسان؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ جاء في بعض أقوال التفاسير أي الثديين، هديناه إلى الثديين، جعلنا له شفتين يستمسكان له حلمة الثدي أمي ولسانا يمص به. ذاك هو ربك الذي رباك. لكنك أيها الرجل الكبير نسيت، ونسيت أنا، فيذكرنا ربنا دائما في كتابه بمبدأ حالنا. والعبد لا يستقيم في عبوديته لمولاه حتى يتذكر مبتدأه ومنتهاه. أما الفترة التي تتوسط، فترة الشباب، فترة الرجولة، فترة الكهولة، فترة الامتلاك والانتقال والأمر والنهي،
ينسى الإنسان أنه كان ضعيفا في بدايته. ثم ماذا بعد؟ مررت بتلك المراحل، حبوت بصدرك وزحفت بصدرك وحبوت بأربع، ومشيت فوقعت، وقمت فعثرت، والله مولاك يكلؤك ويحفظك ويربيك، فصرت رجلا كبيرا. فها أنت الآن يناديك مولاك، فما كان منك أيها الإنسان إلا الإعراض والنسيان. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أيها الإخوة الكرام، الذي يتأمل كتاب الله وبيان تفصيله في بداية حياتك وأيضا تعداد نعمه عليك، ليعلمن أن الله ما أراد من ذلك كله إلا أن تحبه. ربك غني عنك، له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، ومع ذلك يعدد عليك نعمه لتحبه. وابتدأت نعمه بك قبل أن تكون موجودا. ثم بعد يكون الموت ولقاء رب العالمين. والموت أيها الإخوة الكرام ليس بعدم. الموت مرحلة من مراحل وجودك لو تفقه. إنه سبق قبل مجيئك عدم فأوجدك الله، وصح أن يعبر هذا عنه بالموت، إذ قال ربنا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أقررت أنك كنت قبل ولادتك وقبل التقاء أبيك بأمك أنك كنت عدما وكنت ميتا، فأحياك ثم عشت في الدنيا ثم أماتك ثم وعد وعدا لا يخلفه أنه يحييك مرة أخرى. فها هنا أنكر الإنسان وتكبر وأبى ورفض، وأكثر الناس أعرضوا عن الله وأبوا أن يؤمنوا بالآخرة. وعقل الإنسان يقتضي أن اختراع الأشياء أصعب من إعادتها. أقررت لربك أنه اخترعك وسواك وابتدأك، فلما تنكر عليه أن يعيدك مرة أخرى؟ الموت ليس بعدم، هو واسطة الانتقال من دار إلى دار، كما أن واسطة الانتقال من بطن أمك إلى ظاهر الأرض كان بواسطة اسمها الولادة. وانتقالك من الدنيا إلى الآخرة واسطة اسمها الموت، لكنها ليس عدما، يدخل إلى عالم آخر وبحسب عمله، ويكون بعض من مات حيا عند الله تعالى. بل نهى الله أن يسمى ميتا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، تجرى عليهم الأرزاق وهم في ظاهر الناس أموات. ثم الله يأذن يوم القيامة ببعث جميع المخلوقات بأمر واحد منه، دعوة واحدة منه. قال ربنا جل جلاله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة واحدة يخرج جميع من مات من الأرض بقدرة الله تعالى، فيحييك الله بعد موتك ويعيد إليك جميع جسمك كما كنت، لا ينقصك شيء. فيحشر الله الأولين والآخرين عراة لا ثياب لهم، حفاة لا نعال لهم، مهطعين مسارعين إلى النداء. ثم لا تفجأ إلا وقد اختطفتك الملائكة
حين نودي باسمك فلان ابن فلان ابن فلان للعرض على الله فذهبوا بك وغيبوك في نور عرش الله، فناداك المليك بكلامه العظيم: أدن مني يا ابن آدم، كما ورد في الحديث. فتقف أمام الله كالبذج ولد الضأن ترتعد فرائسك، فتخيل وتوهم: عار لا ثياب لك، حافل لا نعال لك، لا تملك شيئا، لا نفس تملك لك شيء، ولا تملك أنت لنفس شيئا، أقرب الناس للناس والد لمولوده مولود لوالده. قال ربنا: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فوقفت بين يدي ربك وقد امتلأ قلبك من عظمته وهيبته وجلاله ما لا يمكن فهمه الآن وأنت في الدنيا. انشقت السماء فنزلت الملائكة منها مصطفين على الجن والإنس في الأرض صفوفا أمام رب العالمين، قد جللتهم هيبة رب العالمين، فلا ينطقون ولا يتكلمون إلا بإذن الله. جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح ما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك بأجنحته خاضعا أمام الله من هيبة الله وجلاله لا يتكلمون، كما قال ربنا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فوجهك المليك إليك كلامك وقيل إن أول ما يقول الله للإنسان: ابن آدم، ألم نصحي جسمك ونسقك من الماء البارد؟ فما جوابك أيها الإنسان؟ الله أكبر، كم من نعم الله التي عليك الآن. الحضور الكرام، كل واحد منا يتمتع بنعم من الله لا تقارن ولا تقاس بشيء من الدنيا. هب أنه قيل لك: تنازل عن عينيك ولك ملء الأرض ذهبا، أو كنت فاعلا؟ فالله أعطاك العينين وأعطاك الأذنين وأعطاك الأنف ذو الخرمين وأعطاك الفم ذو الفكين وأنبت لك الأسنان وجعل بينهما اللسان، رزقك حين كنت جنينا في بطن أمك، ورزقك من ثدي أمك، ولما كبرت وأعطاك الأسنان هو الذي صنع لك الطعام. حبة من رز لو اجتمع لها الناس كلهم لا يستطيعون صناعتها، حبة من حنطة أو من شعير. فالله يعدد عليك نعمه بين يديه. ثم وصيته لك: وماذا فعلت؟ ثم المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا من عذابه وأليم عقابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الله أكبر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. وبعد، هذا كله وما تكلمت عنه والذي قلته ما هو إلا قطرة في بحر من نعم الله تعالى، جدير بأن يبعث في قلبك محبة ربك ومولاك وسيدك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. أحبوا الله لما يغضيكم من نعمه، واعلموا أن الله أعد للمؤمنين جنات تجري تحتها الأنهار. إن وطئت قدمك تحيا فلا تموت أبدا، تشب فلا تهرم أبدا،
تصح فلا تسقم أبدا، تنعم فلا تبأس أبدا، يورثك الله الملك والخلد معا، تخلد ملكا مملكا، ما من أحد يدخل الجنة إلا وهو ملك، ولا امرأة إلا وهي ملكة، فالأمر ليس بضيق عند الله. لا تتحمل الدنيا ملكان، ملكان في بلدة واحدة أو رئيسان، إنما الله يعطي كل واحد الملك في الجنة، وأقل أهل الجنة درجة من له مثل الدنيا 10 مرات. وفي الحديث في الترمذي وغيره: أدنى أهل الجنة منزلة من يرى إلى ملكه وقصوره ودوره وحوره مسيرة 1000 عام، يرى أدناها كما يرى أقصاها. وللمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. تلك هي الحياة كما وصفها رب العالمين. أما الدنيا فوصفها عند مولانا وسيدنا وربنا: ما هي إلا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، عاجلة زائلة، عد العادون في كتاب الله 115 مرة لفظ الدنيا، و115 مرة لفظ الآخرة. فتصور أنت 115 مرة تذكر الدنيا بذمها وعيبها وقصر زمنها وسرعة زوالها، وكيف أنها أهلكت من اطمأن إليها. والعكس صحيح. كل ذلك إخوتي الكرام مبين في كتاب الله. والمقصود أن الإنسان في هذه الدنيا، المؤمن المسلم المتمسك بدين الله، أن يجعل أعظم همه آخرته. واطمئن إن من أحسن آخرته يحسن الله إليه في دنياه، وعد من الله لا يخلفه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. صلوا وسلموا على الرسول الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن العشر المبشرين بالجنة، وعن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن المهاجرين والأنصار أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وأصلح لنا في ذرياتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم أطفئ عنهم نار حرب الأعداء، اللهم أطعمهم من الجوع وأمنهم من الخوف وآوهم من التشرد يا رب العالمين. اللهم من قضى فاقبله عندك شهيدا يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم وعافي مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالظلمة قتلت الأطفال والنساء والمساكين، اللهم دمرهم تدميرا، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا عزيز يا حكيم. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، واجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون وفريقا يؤسرون. اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون، اللهم دمرهم ومن ساعدهم من الحاقدين من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اكتب الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين.
واحفظ اللهم أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، وافتح باب الهداية لغير المسلمين يا رب العالمين، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله